طيب، السلام عليكم. دلوقتي انا هشرح البرنامج البيسكام الخاص بالشركة. اول حاجة، لما احنا بنيجي نفتح البرنامج بنلاقي هنا ده اللوجو بتاع الشركة اللي هو فورجيناتكس، بعد كده جنب اللوجو فريق شركة فورجيناتكس، وده اللي هو ده زي جروب خاص بالشركة. البرنامج بيتقسم لجروبات، وكل جروب فيه اكتر من حاجة موجودة فيه. فأي جروب زي ما انتوا شايفين كده، بنلاقي أول حاجة حاجة اسمها جروب الشركة، ده بيبقى جروب شات اللي هو تحت ده. لو أنا دخلت عليه هلاقي عليه في 16 واحد فوق على اليمين اهوت، ودي كل الشات اللي موجودة. فأنت لو انضفت في أي وقت بتلاقي إن هو موجود هنا نفس الكلام، مش عكس الواتس اللي انت لازم الكلام يتباع تاني عشان تقدر تشوفه. طيب، لو أنا ضغطت عليه تاني، إعلانات الشركة ده بيبقى خاص بأي إعلانات، بيبقى موجود مكتوب العنوان وبيبقى فيه الوصف. لو أنا ضغطت على أي إعلان بلاقي أهو أدي الإعلان وأدي الوصف العنوان وأدي الوصف بتاع الإعلان، وبعد كده لو حد عايز يحط أي تعليق بيقدر إن هو يحط. طيب، بعد كده نفس الكلام، لو إحنا رجعنا المطلوب تنفيذه ده بيبقى بقى السكادول بتاع اليوم. لو في بيبقى عبارة عن إيه السكادول ده، بيبقى زي ليست او عنوان للليست اللي هو مثلا مهام كذا. ده المطلوب تنفيذه، المفروض ان بيبقى فيه كل حاجة المفروض التنفيذ بتاعها، بيبقى عبارة عن لستة، والليست دي في تحتها المهام اللي المفروض ان احنا ننفذها. بعد كده دي قائمة حفظ المستندات، بيبقى نقدر نرفع عليها الصور او ملفات الاكسل او الوورد، ممكن نقدر نضيف نجمع كل المستندات في مكان خاص بيها زي ما هنشوف بعدين. بعد كده استبيان تلقائي، ده سؤال بيتسأل كل يوم والمفروض ان احنا بنجاوب على الاسئلة دي. دول التلات اسئلة اللي بيتسألوا كل يوم: اين ستكون غدا، في اي مكان كنت اليوم، هل لديك اي اقتراحات. دي بيطلع نوتيفيكيشن بره زي بتاعة الفيس خاصة بيهم بره. الجدول الزمني ده بقى لو انت محتاج ان انت تبص على السكادول بتاعك بتاع الفريق ده، عشان احنا دلوقتي في فريق الشركة، تقدر ان انت تيجي عند اي يوم وتقدر ان انت تشوف ايه المطلوب في اليوم ده. فمثلا طبعا البرنامج على طول البرنامج كل الجروبات اللي موجودة فيها نفس الكلام. فمثلا لو احنا جينا على مشروع يونيفورم رينا هنلاقي كامب فاير، ده الجروب بتاع الشركة بتاع الخاص، مش جروب الشركة، الجروب الخاص بمشروع يونيفورم رينا. لو احنا جينا على المسج بورد دي الاعلانات، هنلاقي نفس الكلام. لو احنا جينا على تو دو ليست دي المهام، هنلاقي ان هنا في قائمتين، كل قائمه من دول في تحتها مهام المفروض تتعمل. يعني اليو اي تريننج ده المفروض، فمثلا جروب اللي هو اليو اي تريننج ده، دي القائمه، ده اسم القائمه. لو انا دخلت عليها هلاقي موجود فيها اللي هو الحاجات اللي المفروض تتعمل والتوريك جنبها. يعني مثلا ربط الأجهزة بالسيرفر، ده المفروض ان هو في الساس دي جون، ودولت الناس المفروض انا ودكتور حمزة وبشمهندس محمد، دولت المفروض ان المهمة ايه محطوطة لنا. لو انا ضغطت عليها اللي هو assign to، دي معناها ان هي من المكلف بالمهمة. when done notify دي معناها ان هي لما ان احنا نتشيك ان دي اتعمل، نضغط على المربع اللي فوق دي هتنه راسل تنبيه لدكتور حازم وبشمهندس محمد ان المهمة دي اتعملت في التاريخ ده. تاني لاستة معانا اللي هو التاجنج اوف انيمال، دي برضه كان فيها شوية مهام، المهام اللي متعلم عليها بالصح دي خلصت، والمهام اللي هي لسه والمهمة اللي فوق دي لسه ما تعلمش عليها، فمعناها ان هي لسه ما خلصتش. طيب، بعد كده الاسكادول زي ما احنا قلنا ده بيعرفك انت وراك ايه. فمثلا انا لو جيت عند يوم 10 هنا في استكمال تنزيل البرامج، وفي يوم 11 ربط الاجهزه، تمام. لو انا جيت على يوم 11 يجيب لي ربط الاجهزه، بس هو بيجيب لك اليوم اللي بعده كمان. يعني ممكن تضغط على شو ايفرسينج اب تو 31 اكتوبر، اللي هو يقول لك الحاجات اللي مطلوبه منك لحد يوم 31 اكتوبر، من شهر جون لحد 31 اكتوبر. طيب، مشروع يونيفورم دي اوتوماتيك شيك ان، دي الاسئله التلقائيه مفيش هنا في او في هنا. ار يو بلوكد اون انيثينج، دي لو في الاسئله دي متاكتفه هتظهر لنا سواء بشكل يومي او ايام معينه في الاسبوع. دي بقى الملفات اللي هي خاصه اللي احنا رافعينها.
نقدر ان احنا دي نقدر ان احنا نضيف اي ملف. فمثلا لو احنا جينا بقى نعدل على الكلام ده وجينا مثلا على التو دو ليست، تمام، وهنضيف مثلا تو دو ليست، تاني ضغط على علامه الزائد اللي فوق هتتفتح لي قائمه نيم ذيس ليست، اضغط عليها ده اسم الليست، مثلا هسميها تيست فور فيديو ريكورد. انا كده سميت الليست. لو انا عايز اكتب وصف دقيق بقى للليست، this is a test list for video recording، تمام، ايه this list، كده اضفت ايه الليست. اقدر ان انا اضيف المهام بان انا اضغط على ايه to do، describe this to do، المهمة اللي احنا عايزين نضيفها، مثلا ايه travel to فيوم، بعد كده بضغط على الخانة التانية assign to. مجرد ما اكتب اسم اول حرف من اسم الشخص او الناس اللي موجودة، اي شخص من الناس اللي موجودة في الجروب ده، بيطلع لي اللي هو التاج بتاعه. يعني مثلا كتبت ايه فطلع لي اسمي، لو انا كتبت اتش طلع لي حمزة، تمام. وين دون نوتيفاي، لما الاشخاص دولت يخلصوا المهمة ديت ابلغ مين، ابلغ دكتور حازم، تمام. بس ممكن تحط التاريخ ايه سكادول، لو نو ديت، نو ديو ديت يعني ما فيش تاريخ للمهمة دي، ديو ديت ده التاريخ اللي هو اللي هي اللي احنا يتم في المهمة. فمثلا نخليها يوم 12، تمام. run from ده بقى لو احنا محتاجين ان احنا نحطها في رانج من يوم كذا ليوم كذا، مثلا من يوم 11 ل، واضغط 2 واخليها مثلا ل 18، فيبقى المهمة من يوم 11 ل 18. عايزين نضيف وصف، ممكن نقول ايه اي وصف test to do، تمام، وتبني ضغط على العلامة اللي فوق ايه to do، هلاقي المهمة انضافت هنا. لو انا خلاص عايز اتشيك ان انا خلصت المهمة دي، بتني جاي على المربع اللي في الجنب ده وضغط عليه، كده المهمة خلاص ايه اتسجلت عندي. طيب هل انا اقدر احذف المهمة دي؟ اقدر ان انا احذفها او ان انا اعدل فيها، هقدر بان انا عامل ايه، عامل ارشيف، تمام. انا مش هتني جاي عشان احذفها، هتني داخل على المهمة، او ان انا بقى عايز احذف اللاستة كلها، اخش على اللي هي تيست فور فيديو اهي، ضغط على ضغط عليها، بعد كده هتني جاي فوق نختار الخيارات وعامل باتن تراش واضرب سلة المهملات، خلاص كده هتكون ايه اتحذفت، تمام. طيب لو انا بقى عايز اعمل سكادول، احط بقى ايه الجدول بتاع الاسبوع مثلا، فهتني فتح السكادول زي ما انا عملت دلوقتي، ومثلا اجي عند يوم 18 وتني مختار يوم 18، وبعد كده تاني ضاغط يا فوق اللي هو علامة زائد، تمام. فهنا بيقول ان في يوم 18 ده محتاجين ان احنا نعمل في ايفنت او كده، ده في حالة ان انا عايز اضيف ايفنت حدث هيتم في اليوم، بس انا عايز اضيف تدو. فلو انا عايز اضيف تدو، تاني ضاغط على 13، هرجع وتاني جاي داخل على اي لستة، لستة التدو، وبعد كده هتني مختار اللستة اللي انا عايزها مثلا دي، واضيف زي ما انا عملت التدو، وبضيف التاريخ اللي انا عايزه. الايفنت ده حدث هيحصل خلال فترة معينة، فاحنا ما بنستخدمش الايفنت في البرنامج هنا، احنا بنستخدم دايما التدو عشان نقدر ان احنا نوتيفاي دكتور حازم او باشمهندس محمد بالمهمه انها انتهت. يعني البرنامج على طول، البرنامج ده نفس الكلام، اهم حاجه هنا ان في تحت هنلاقي حاجه اسمها الهوم، هنلاقي حاجه اسمها هي ده بيورينا الحاجات اللي حصلت خلال اليوم، ايه مين عمل ايه، تمام. لما احنا ننزل تحت بنلاقي كل حاجه، حد علق على حاجه، اكتيفيتي،
دي بيورينا الهي دي خاصه بالكومنتات، لو حد يعمل كومنت او حد على حاجه، لكن الاكتيفيتي دي بقى بتدينا المهام اللي تم انجازها خلال اليوم والملفات اللي اترفعت والكلام ده كله. لو احنا سحبنا لفوق كده هنقدر ان احنا ايه يجيب لنا حاجه اسمها ريسنتلي فيزيت. دي المشاريع اللي احنا او الجروبات اللي احنا دخلنا عليها عشان نوصلها اسرع، اللي احنا دخلنا عليها خلال الفتره اللي فاتت دي. طيب دي بقى قائمه وصول سريعه كده اللي تحت دي، بيجيب بردك ايه والهوم، عايز تحط ايه تو دو بقول لك اختار تحط ايه تو دو دي في اهني مشروع، مشروع مثلا يفرمو لينا تمام، تختار من فوق هنا الليست اللي عايز تضيف فيها التاسك اللي احنا المفروض نعملها. رجعنا تاني اخترنا ايد ايفنت لو عايزين نضيف حدث، احنا قلنا لا احنا مستخدمش الحدث كتير. لو احنا عايزين نبعت رسالة بتختار الجروب اللي عايز تبعت عليه رسالة، بيفتح لك الرسالة هتبقى في الاعلانات ولا هتكون فين بالظبط ولا سؤال. تقدر ان اربع اشخاص هنا بيقول ان اربع اشخاص موجودين في الجروب ده هيتبعت لهم الرسالة دي. بعد كده عندنا لو انت عايز ترفع فايلات بتختار بردك وبتختار الجروب اللي احنا عايزينه. مثلا هنا ابلود فايل استشارات، نقدر ان احنا نختار ايه، نختار اي فايل من على الموبايل نرفعه في الايه، بيفتح لنا هنا اللي هو ده اخر حاجة احنا صورناها بيفتح لنا. ممكن نختار فيديو، ممكن نجيب براوز نختار بقى من على الجهاز اي فايل بي دي اف او اي فايل اكسل. بعد كده عندنا الماي ستاف دي بقى حاجة خاصة بصاحب الاكاونت المسجل. مال اساين دي الحاجات اللي هي المهام اللي المفروض ان انت تعملها. طبعا انا في 7، معناه ان في 7 مهام مطلوبة مني مترتبة على حسب فوق اهوت، اللي هو فور جيناتكس ده فريق اللي هو الجروب ده، مشروع التطوير الموقع ده تودو ليست خاصة بيهم خاصة بمشروع التطوير، وفي مشروع يونيفورم. لو انا جيت ضغطت على ديور خلق القائمة التانية، دي الحاجات اللي المفروض تخلص النهاردة اللي هو بتاريخ 10، وبعد كده جايب لي الحاجات بتاعه التمور اللي هو بتاريخ 11. اي اساين دي الحاجات اللي انا ايه كلفت ناس بيها تمام. طيب ماي بوك ماركس لو انا حطيت حاجه في البوك مارك او في قائمه المحفوظات يعني. ماي سكادول ده نفس الكلام، ده الاجنده او الكالندر اللي فيها التواريخ واقدر اشوف انا في كل يوم في الشهر عندي ايه. بعد كده تشينج اوف تول، في بقى نقطه مهمه اللي ألا وهي الـ notification setting، عشان أغلب الناس بيكون عندها اللي هو الميل بوكس بتاعها، البرنامج بيبعت لها رسائل كتيرة، بيبقوا طبعا دي بيبقوا عاملين عليها دي بيبقى على علامة صح ان هو بيبعت لها اي حد بيعمل كومنت اي حد بيرفع ملف. فالصح اننا تنين لغين علامة الصح من على send me email notification وبتنين عاملين حفظ. بس ده تقريبا كل حاجة في البرنامج، ازاي نضيف الاسكادول او كده ببساطة.